عشية ليلة 27 من رمضان بادرت جمعية البركة للعمل الخيري بالتعاون مع جمعية العلماء المسلمين لنحر رؤوس من الأبقار والأغنام وتوزيع لحومها على الفقراء والمعوزين تتويجا لموسم حافل من المبادرات الخيرية. ارتأينا في المكتب الولائي لسكيكدا ونحن على مقربة من نهاية الشهر الفضيل أن نقوم بالتنسيق مع جمعية العلماء المسلمين وبمساهمة تجار ومهنيين من الولاية لتوزيع أكثر من 5 قناطير من اللحوم الحمراء على الأسر والعائلات المحتاجة كمساهمة منا في إدخال البهجة والسرور. الحمد لله رب العالمين الذي وفقنا لهذا. الحمد لله يعني في الأمر هذا نشكر جميع الناس اللي قدموا المساعدة وساهموا في هذه المبادرة لإنجاح هذه المبادرة. المبادرة جاءت رغبة من القائمين عليها في تمكين العائلات المعوزة من حقها في اللحوم في هذا الشهر الفضيل وعشية ليلة القدر المباركة. هذه الكمية من اللحوم عشية ليلة 27 من رمضان وستكون لهم فتحا ليوم العيد إن شاء الله. كذلك نشكر كل من ساهم على تراب الولاية من محسنين، من أطباء، من مشترين شركات، من بسطاء، من أجراء في هذه الحملة، ونأمل أن تتواصل هذه الحملة بإذن الله. صحيح أن رمضان هذا العام كان استثنائيا بسبب الظروف ووباء كورونا، غير أنه كان متميزا أيضا من حيث المبادرات الخيرية التي شاركت فيها الجمعيات والنشطاء بقوة في ولاية سكيكدا تضامنا مع الكثيرين في مثل هذه الظروف الحرجة.